عندنا برضو حشرتين اتنين بيصيبوا الفول، يعني بالنسبة للإخوة اللي هم بيزرعوا الفول دلوقتي أو بيزرعوه متأخر شوية هتصادفهم هذا الحشرتين، وهي الحفار والدودة الأرضة. الحفار والدودة الأرضة طبعا الأساس فيهم عدم الاهتمام بالخدمة الجيدة، ما بنحرسش الأرض كويس بالطول وبالعرض حرط المتعامد، وما بنديش فرصة للتهوية كويس ولا للتشميس كويس، فبيتصاب أو بتظهر عندنا مشكلة الإصابة بالحفار وبالدودة الأرضة. وطبعا معروف إن الحفار بيقرض النبات من تحت التربة، هتلاقي النبات ده بلان تشيله تلاقيه خالص خالص واقف يا دوب متسند كده. في الحالة دي في حالة وجود الإصابة بالحفار أو بالدودة الأرضة، الدودة الأرضة طبعا بتقرض من بداية نصل الأوراق من فوق سطح التربة، وبتلاقي فتافيت خضراء موجودة منتشرة على سطح التربة، ولو انت حفرت جنب العود بتلاقي اليرقات الكبيرة مكوعة جنب جذور العود. في حالة وجود الإصابة بالحفار أو بالدودة الأرضة بأبادر دايما أو بعمل الطعم السام، وحضراتكم عارفين الطعم السام بيتكون من إيه؟ 1.25 لتر هستاسيون زائد 25 كيلو جرام ردة زائد نص كيلو عسل أسود وكيلو شبه و20 لتر مية، وبعمل له أخمرهم وبخلطهم كويس جدا، وباجي قبيل الغروب بأحطهم سرسبة في بطن الخطوط عشان أقضي على الحفار وعدود الأرض.